اكثر المشاريع بالمدرسه المحببه على على قلبك ايش هي آه، كل المشاريع كل المشاريع بحبها وبحب اشارك فيها لانه احنا بالمدرسه كلاتنا ايد واحده آه، كلياتنا زي عيله يعني ما فيش اختلاف عدي لي اياها المشاريع لا يعني مش كلها <applause> <إنو> جزء <applause> اللي بيقول لي اكثر شيء بتحبيه آه، في لما كنا نروح على يسوع نسوي تطوع للاولاد المعاقين ونساعدهم اه وفي كثير مشاريع يعني قديش هي بتغرس كمان هذا اكثر شيء ببالها هاي. يعني الظاهر انه في روح تطوع مغروسه حاجة. بشكل صحيح عند الطلاب المدرسه ايش كمان بتعطيكي ايش بتستفيدي منها ايش بزياده على اللي حكيتي انت طبعا اه بت... بتدعمني معنويا بتعطيني ثقه بحالي انه كيلو انه انا مش بس عندي يعني بتبني لي شخصيتي نعم كيف اواجه مجتمع وهيك